الان مطمن الجميع، انت بالعراق للزوراء. انا اطمن الجمهور يعني، وقال لهم انا بالعراق ان شاء الله بينكم وباقي على هذا الوعد، يعني ما اخلف بوعدي، لان انا منطي كلمه مو بس للاداره للجمهور، منطي بان انا ابن النادي وما راح ابد اخونهم لاخر يوم ان شاء الله. اخر شيء باكر معناتها انت راجع للزوراء اذا ما صار. سيدي الكل يعرف انا شنو حب النادي للزوراء ومنين تاسست ومنين طلعت، هذا النادي صاحب فضل علي، وانا الكل يعرف بان قعدت مع الاداره هنا زاويه كربله من وقعوا اللاعبين، قعدت ويا الاداره وانطيتهم كلمه واتفقت وياهم على كل شيء، هم عمين وعدون ان شاء الله فلوس، وانا انطيتهم كلمه ماكو احتراف انا باقي بنادي الزوراء. بس برات تقضيها ان شاء الله، واطلب من جمهور الزوراء بان يطمئن، يعني ماكو اي شيء، لا حد يسمع كلام بان اكون انتقال رايح لغير نادي، لا الله شاهد لا موقع لاي نادي ولا منتظر الاحتراف، ماكو الحد باشر، ماكو الرزق ما كاتب لي الله برا، انا باقي هنا بالزوراء وطني. عيوني ما تقبل تنام، قلبي ذايب بالغرام، اش ما ردت احجو اوصفه، هايم بحبه. راح ناسي هوراك انا متهذي بلاد، مثل طير انكسر جنحه ومن كسر قلبه. الساعة بيت عين بسرعة يجيني الليل، وابقى لك اشتاق ودموعي تبقى تسيل. بس مرة احجي وياك واحكي لك الصار وجرى حالي من فرقه. حبيبي وايلك حنين، حبيبي بعدك ولا حبيت. حبيبي وايلك حنين، حبيبي بعدك ولا حبيت. عيوني ما تقبل تنام، قلبي ذايب بالغرام، ما ردت احجوك.